ازدهار بنت 24 ساعة اليوتيوب تحضر ميك اب توتوريال لأنها مرحبا ازدهار شنعة كتير ومقتنعة أنها طول ما هي بتحضر يوتيوب ميك اب توتوريال حتصير حلو مثل هدول. افقد الأمل يا ازدهار، مستحيل تصيري مثل هدول. ازدهار كتير خايف أنها ما تتزوج لأنها مش حلوة، حتى أبوها وإمها عايزين يتخلصوا منها بأسرع وقت ممكن، وكل الناس حواليها بدهروها كل يوم على عريس. إمها ما خلت لا عرس ولا طهور ولا حفلة نجاح توجيهي ولا مولود جديد إلا أخذتها معها بس على الفاضي، ولا حدا انتبه لها عشان يخطب. وكانت إمها دائما تأخذها على كارفور قسم الخضروات تحديدا، لأن إمها كانت مقتنعة أنه كتير في نسوان هناك واقفين ممكن يخطبوها لو شافوها، وهي كانت تكره هذا المكان. وفي أحد الأيام وهن بكارفور في قسم الخضار، كان إمها عادة بتشتري وراها واقف ازدهار ملاني عم تلعب موبايلها، وفجأة سمعوا صوت شاب بيحكي من وراهم: لو سمحتي خالته، هذا بقدونس ولا كزبرة؟ ولسه ازدهار بدها تبهدله على هذا السؤال التافه، وهي بتلف طلع لهم شاب زي القمر. يمكن كانت هاي أحلى مرة بتشوف الكزبة والبقدونس بهالطريقة. شاب عريض المنكبين طويل وعيونه زرق. كانت ازدهار هي وإمها واقفين بكل ذهول مصدومين من جمال هالشاب، لدرجة إنهم نسيوا السؤال اللي كان يسألهم إياه. حتى إنه الشاب اطلع في ازدهار بذهول، ازدهار فكرت إنه إنها كتير بشعة كمظلومة شكلها، لكن طلع العكس. مرحبا، أنا آسف على الإزعاج، بس أنت كتير حلوة. شو؟ شكله هاد تخوت ولا إيش بالضبط؟ بس أنا عن جد ما شفت أحلى منك. أنتي مش عارف كيف أبدأ، وين أهلك؟ بدي رقمك، بدي رقم أهلك. إيش بيصير؟ وردت إمها لازدهار: مالك أنت، مالك؟ شو مالك؟ مش شايف قدامك؟ متأكد أنت عم تحكي مع بنتي ولا مع حدا تاني؟ إيش هاد؟ شو ماله هاد؟ ورد عليها: خالته، بنتك اللي بدور عليها من زمان. هذا هو الشكل أنا بدي إياه، هي الروح اللي بدي إياها. ورمى الشاب البقدونس اللي كان بإيديه وطال موبايله يسجل الرقم. ما تركزه كتير، ما كان عندي بقدونس في الثلاجة. وصدى العريس إجا عبيت أهل ازدهار يطلبه هو وإمه، جايب معه بوكي ورد وعلبة شوكولاتة على شكل قلب حب. وازدهار فكر حالها عم تحلم، والعريس كان بأبهى حلة، كان جدا طالع حلو، حتى إمه كمان حلوة، كل شي في حلو. المشكلة إن أبوها مو مصدق ولا إمها مصدقة، حتى أخوها عبود زنخ مو مصدق، ولا حدا كان مصدق إنه هذا العريس الحلو جاي يخطب ازدهار. أبوها عمل حاله إنه هو ذكي، قرر يسأله أسئلة كتير صعبة، وازدهار حضرت له أسئلة كتير مستعصية، بس كانت خايفة من أخوها عبود زنخ يتزنخ عليه. أخوها عبود زنخ كان ضل ينط على العريس على كتفه ويشد الأوعي، مع هيك العريس كان يقولها: ليه ما أحسن أخوك، كتير حبيته. وبلش الجد: بالله حضرتك شو بتشتغل؟ أنا يا عمو درست طب، بعدين قررت إني أكمل هندسة 4 سنين، وهلأ بعمل ماستر، وعندي بزنس لحالي كمان، والحمد لله عندي فيلا وعندي سيارتين، يعني الحمد لله أنا مرتاح وجاهز للزواج. أبوها من صدمة وعمل كرسي، وازدهار قاعد تفكر: طب أنا لا أنا غنية ولا أنا حلوة، ماله هاد؟ ليش يخطبني؟ أكيد في عنده مرض. المشكلة العيلة ما خلت سؤال غير سألته إياه، كل إشي بهالشاب كويس، كل إشي، حتى قالهم إذا بدكم بعملكم فحوصات أثبتني ما عندي ولا مرض. حتى أمه كتير كويسة وقالت إنها حبت العروس كتير. عن جد في شي غريب. واتفقوا على المهر اللي كان خيالي، وكان كل شي جاهز، حتى المهر والذهب، كل إشي. عن جد في شي غريب. لكن ازدهار البشعة قررت إنها تتزاكى عليه وتسأله أسئلة مستعصية في أول لقاء خاص بينهم. وبلشت الأسئلة: احكي لي، شو اسمك صحيح أنت؟ اسمي أدهم. حتى اسمك حلو، شو هاد؟ أستاذ أدهم، أنا بحب السوشيال ميديا، بضلني قاعدة 24 ساعة على موبايلي على السوشيال ميديا. ولا يهمك، هي لغة العصر الحديث. شو؟ غريبة، توقعت يقولي أنا يا الموبايل. طب أنا بدي أشتغل. طبعا القرار إليك في النهاية. طب أنا بدي أكمل ماجستير، أنا أصلا كنت بدي أطلب منك تكمل ماجستير، وأنا بدي أدفع لك حقه.
وقضت ازدهار طول اليوم تحاول تستفزه بالأسئلة، ودائما عنده جواب منطقي لكل شيء، حتى خلاها تغير أراها بأشياء كتير. وتزوجت ازدهار وأدهم. توقعت ازدهار إن العرس ما يكون زي ما وعدها، لكن جبلها فستان أبيض والشبكة اللي بدها إياها، ورقصوا 3 مرات سلو على ليسا وأغاني أجنبية، وغير هيك كمان ولبلها كل طلباتها في العرس، حملها قدام صحباتها عشان تجاكرهم، وشربوا عصير عكس الكاس، كل شي طلبته العرس كان موجود. توقعت ازدهار انه ادهم يتغير بعد الزواج، بس اللي جننها انه ادهم صار احسن من اول من ايام الخطبه. عن جد في شيء غريب. شهر عسلهم كان في باريس، واخدها على فينيسيا، لفلف العالم لمده شهر ورجعوا، وبعد شهر رجعوا كمان مره شهر عسل. كان ادهم كتير يحب ازدهار وكتير يدللها، لدرجه ما كان يخليها تطبخ، كان كل يوم يجيب لها اكل من برا يقولها ما في تطبخي. كان يغرقها بالهدايا، وكل يوم قبل ما ينام ولازم يقرأ لها كتاب وقصة، وكان دائما يخدها على السينما يحضروا فيلم هادف. كانت حياتهم مثالية. ومرة كان أدهم قاعد بعزف لازدهار في قعدة رومانسية، حتى أنه عازف وشاعر كمان. عن جد شي غريب، هل بني أدهم في منه؟ وسألته ازدهار: حبيبي بدي أسألك سؤال. اسأل حبيبتي. أنت ليش عندك عين زرقاء وعين هيك لونها تعني؟ آه هاي نعمة من الله إنه عطاني لونين عشان ما تملي مني، يوم بدك إياني عيوني زرقاء تطلع على هاي الجهة، ويوم عسلي تطلع على الجهة الثانية. آه والله عن جد. واقتنعت ازدهار بالجواب. نسيت أحكي لكم، بعيد ميلادها جاب لها سيارة فخمة واشترى لها بيت، وجاب لها طبعا خدم من الفلبين وإندونيسيا وماليزيا. كان كل شيء بقتها يخلي الناس مستغربة، كان أبوها مستغرب، وأمها مستغربة، أخوها عبود مستغرب، بنت خالتها تسنيم مستغربة، حتى أنا مستغربة. في يوم أيام كانوا قاعدين سهرين مطعم كتير فخم، وكانت قاعدة ازدهار عم تحكي مع أدهم، وفجأة أدهم فجأة أدهم بطل يتحرك. أدهم مالك؟ أدهم صابوا زي حالة شلل، بطل يتحرك ولا يتجاوب. الحقوني دوري الإسعاف. نقلوا أدهم على المستشفى، وانجنت ازدهار وأهلها. تويوتا 88 كورولا، سيارة الشباب بمستوى عال من الامتياز، جديدة كليا. في المستشفى كانت ازدهار معبي الدنيا عياط، حتى أهلها كانوا بعيطوا معها. وإجت الدكتورة ابتسام: ليش هالدوشة؟ ليش هالعياط؟ وين أهله لهذا المريض الحليوة اللي قاعد جوا؟ أنا مرته. أنت؟ يعني معقول هذا الحليو اللي قاعد جوا يتزوج هاي الشنعة؟ مش طبيعي الوضع، إيش فيه؟ دكتور الله يخليكي، شوفي إيش ماله أدهم. لسه ما فحصناه، أنا أصلا بدي أفحص مخه لهالزلمة. معقول واحد حلو هيك يتزوج واحدة شنعة؟ شو المشكلة هذا عنده؟ وكان الكل قاعد بستنى نتيجة الفحص وزعلان على أدهم. كان كل الناس بتحبه لأدهم. ومن غرفة العمليات طلعت الدكتورة ابتسام: ازدهار تعالي شوي، هلأ فهمت ليش زوجك هذا الحليوة تزوجك، تعالي. دكتورة شو طلع مع زوجي؟ شو طلع مع زوجك؟ بتقولي لي انه هو اختارك عشان روحك واخلاقك مو شكلك؟ ليش هو في زلمة اصلا بختار الوحدة عشان اخلاقها وروحها وبترك شكلها؟ تعالي افرجيكي ليش هو هيك، تعالي. ودخلت ازدهار على غرفة ادهم مع الدكتورة اللي كان متمدد: حبيبي ادهم. ازدهار لازم افرجيك شغلة، بس لازم تمسكي اعصابك. ايش في؟ وكشفت الدكتورة عن أدهم. بعد الفحص الدقيق لأدهم تبين أنه أدهم إنسان آلي وليس إنسان طبيعي. هلأ ما فهمت ليش هيك أدهم كان إنسان مثالي، وفي زلمة هيك أصلا مثالي إلا إذا ما كان أصلا طبيعي. أدهم طلع مش طبيعي، طلع إنسان آلي. وأنا بقول معقول في زلمة طبيعي بهالدنيا هيك أخلاقه هيك منيح؟ مش معقول، مستحيل.
وأنا مثلك كمان أصلاً كنت مستغربة، هو في زلمة هيك بعمل يا ست ازدهار؟ الزلمة منيح قال هبل هاي. وطبعاً زال الاستغراب من كل الناس لما عرفوا حقيقة أدهم. وصحيح ستحكي لكم ليش أدهم هيك فصل فجأة وانشل، وسبب إنه أدهم فجأة هيك فصل بطل يتحرك إنه شاحنه خلص، كان يستخدم شاحن مو أصلي. وهاي هي النهاية. النهاية.